السوريين في الدنمارك أجوا على هاي البلاد مثل باقي السوريين اللي تركوا سوريا وذهبوا على معظم بلاد العالم بسبب القصف والدمار والتشريد. السوريين في الدنمارك تحديدا لما تلقوا هذا الخبر بالبداية بصراحة توقعوا أنه هو عبارة عن بيان انتخابي ما للحكومة الحالية فقط لا غير، لكن لما تم استدعائهم للمحاكم للهجرة الدنماركية اللي عمل مقابلات وسحب التصاريح الإقامة منهم كان الموضوع مفاجئ، ففجأة انتهت حياتهم. بالمقابل مو أنه هن انسحب منهم تصريح الإقامة لحتى يرجعوا على سوريا، هن انسحب منهم تصريح الإقامة لحتى يتحولوا إلى مراكز الترحيل، لا ما في إمكانية لترحيلهم إلى سوريا، فقط الذهاب والمكوث والعيش في مراكز الترحيل بدون أي حق في التعليم في العمل في إرسال أطفالهم إلى المدارس بدون أي حق من الحقوق، فقط بتقعد بمركز الترحيل إلى ما شاء الله مثل ما بيقولوا.